هو اي وسط عشتي فيه كما بغى يكون كتاثر به. يعني ملي كبرنا في وسط فني يعني داكشي داز لينا من الصغر، داز كتحس براسك بلا راه ملي كتوصل لواحد لاج ديال 20 عام كتفكر كتقول واش نقدر ندير شي حاجه من غير الفن، نقدر نمارس شي مهنه اخرى، ولكن كتلقى داكشي طاغي عندك، فهمتي؟ كتلقاه في الدم وفي كيفاش تربيتي، يعني كيطغى عليك هذاك الشيء، وكتحس براسك راك ما تقدر دير حتى شي حاجه من غير الفن. دونك هذاك الشيء كيدوز لك من عند الوالدين بطريقه غير مباشره. وانت اسامه من ديما كان طالونتي، انت واخا انا زعما ما واكبتش هذه الوقيته اللي كنهضر عليها زعما، ما سمعت عليه في الصغر كان اسامه طالونتي هو وهاشم، حنايا صغار، حنا مازال جايين انا وخويا الصغير، مازال حنايا جوج خوت صغار، حسام وهيثم وعاد فاطمه الزهراء اختي الصغيره، وكنا كنسمعوا كانوا كل الوالد كيدير معاهم في الدار، كانوا دي زيكزارسيس ديال التياتر كيقلدوا كيلعبوا بجوج كيغنيو. اسامه كان كيغني ملي كان صغير، ملي كانت عنده هاد السنين 4 سنين بحال هكا، كانت كتلقى الوالده كدير ميكروفون ودني وتيغني تيدندن مع ام كلثوم ولا عبد الحليم. دونك هادشي كبر مع اسامه. الوالده قالت اليوم راه ولدي تيغني، الوالد كان كيعيط له كيقول له غني لي بغيت نسمعك. وفي البدايات كانت كان عندي واحد الكبت الداخل ديال الممثل، ولكن كان اكتشاف ديال الوالده في فلاج ديال 10 سنين 11 عام بلي انا راه كنغني. يعني كانت المشاركه اول عام شاركت في ستوديو دوزان في 2011، دونك من بعد جرب مشى لستوديو دوزان تما فين بداو كيعرفوا شويه، بداو كيعرفوا الناس عنه زعما. اولا كاسامه انا ارتيست اللي كيغني شونتور وولد سي محمد البسطاوي. مرسول الحب فين مشيتي؟ ماذا الحب إن مفقود وانت من نبع سقيتينا، ماذا الحب إن مفقود وانت من نبع سقيتينا. بقيت في النهائيات، يعني كانت داك التجربة، وفي نفس الوقت ما كنتش حاس بمنافسة، ولا حسيت براسي راه كنتنافس مع شي مغنيين، ولا يعني كانت شي مسابقة كتكتشف فيها راسك، هذا هو الغرض اللي كان. ومن بعد كان خاصني ندير أغنية، بقيت كنقلب مازال ما كنعرفش ملحنين، ما كنعرفش كتاب كلمات، شفنا واحد الملحن، ولكن هذاك الشيء اللي كنت درت ما عجبنيش في الأول. من بعد تلاقيت مع واحد السيد اللي عرض عليا واحد ثلاثة الأغاني، اختاريت منهم واحدة اللي كانت من بينهم هذيك غلطة، أغنية غلطة. غلطة من ألحان رضوان الديري وكلمة ديال سمير مجاري، توزيع ديال رشيد محمد علي. يعني هاد الإخوان هادو كانت تجربة معاهم جميلة، وكانت هذيك هي انطلاقة في الغناء، ولكن في نفس الوقت ما انطلاقة ما والو بالنسبة لي، بحال كانت من موراها جاتني فرصة ديال التمثيل. يعني قلت صافي أنا لقيت راسي، هذاك الشيء اللي كنت كنقلب عليه لقيته. الغناء بحال قلتو جاني تخوف، قلت ما نقدرش انا نوفق بين الغناء والتمثيل، شويه صعيب، وفي هاد البلاد يعني شويه الامور كتصعب، وانا كنامن بالتخصص، فهمتي؟ كتعرف دير شي حاجه ديرها. ولكن من مور جات مشاركه دار الغزلان، ومن ثم بدات انطلاقه في العالم ديال التمثيل. ولكن مع عمر دخلت لي لراسي بلي غنكون مغني شي نهار، ديما كان عندي واحد الاحساس ديال الممثل دافين. من بعد جا كاسينغ ديال دار الغزلان اللي كان في الاول بوغ ان بتي رول، حتى شافوا المخرج والمسائل وخدا لعب بطوله مع الوالد مع السي محمد. كيخوني وخصها تعرف، واخا ندور العالم كامل ما غنلقاش بحالها. فرق عليك ولدي، خلي عليك في التقار. هما كيشجعوك، هما بيان سور ملي كترعرع حداهم وكيقولوا راه كاينه شي حاجه في هذا الانسان، يعني سواء في الغناء ولا في التمثيل، يعني كيشجعوك وكيأثروا عليك. داك التأثير ما كيدوز بطريقة غير مباشرة، هما كفنانة ماشي كيقولوا لك راه من الصغر كيقول لك لا انت دير فهاد الشيء، كيخليوك تمارس هذاك الشيء اللي كتبغي. مثلا كنشوفوا مسرحيات انا وهاشم، كنا كنعاودوهم بالكوستيم ديال الواليد، كناخذوا لي كوستيم ونعاودوا مسرحية ونعاودوا هذا، يعني
وكيبقى كيبقى التشجيع ديال الوالدين عاوتاني كيعطيك واحد الدفعه اخرى وواحد كتحس سيرتو ملي كيكونوا والديك في نفس الدومين كتحس بواحد الثقل زايد كتقول لي لا ما درت شي حاجه راه غادي نخرج عليهم مثلا غادي نزعزع عليهم داك الصوره اللي كاينه زوينه غنقدر نخرج عليها ولكن الحمد لله. السلام عليكم الحاج الباهي الرئيس ديال الجماعه ديال دار الغسلان. مزيان ملي جيتي السي الباهي هضره واقع للسبيطار وخاصني الماتريال باش نبدا. شوف ولدي عطيني واحد يومين دابا انا راه مشغول شويه وغادي نجهز لك السبيطار بالماتريال اللي بغيتي. جبد حسينا واحد الكرني وستيلو وغيقول لك سي انيس داكشي اللي خاصو نتقيدو باش نتكلفو به. دونك انا كنشوف اسامه اللي زعما كوتي اكتين وتغلب على راسو حيت ما كانش مفورمي زعما اكاديميك اكاديميكمون ما كانش زعما ما قراش على التمثيل مي شربو نقدر نقول لك شربو من لونطوراج ديالو من باه ومو وقدر يدير بداك لو دون اللي عنده يقدر يحقق بزاف الحوايج اللي الناس الاخرين ما قدروش يحققهم. راه حتي في التمثيل احنا جينا البيت القصيد في التمثيل لقيت روحي اكثر من الغنى ولكن بغيت نستغل هاد واحد السويت كتحس به كاين عطاك الله كتقول تستغلو علاش ما ديرش انت شي حاجه ديالك تستغل فيها صوتك في التمثيل راه حنا غاديين زعما في البدايه كتكون صعوبه ما كتبغي توصل لشي حوايج وكيبان لك داكشي مازال معطل ولكن خاص الصبر هو الحل الوحيد الصبر والايمان ديالك بالله وكتعرف بالله الله غادي يرزقك لكن انت كتامن بشي حاجه غادي تتجازى عليها وديما كيتعلم دونك انا ياك لاحظت اسامه خويا ديما لا روشيرش ديما كيتفرج ديما كيحاول يعرف شي حوايج اللي ما تعطاش الفرصه يعرفهم اكاديميكمون ولا يقراهم وهاد اللعيبات دار بزاف ديال لي زافور وانا ياك اخو قريب ليا كنشهد ليه بهاد اللعيبه هادي ان شاء الله غادي يكون مسلسل في ام بي سي 5 في رمضان وقال سميتو سول دموعي مع المخرج ابراهيم الشكيري هادي ثاني مره غادي نشتغل معاه كان العام الاول مسلسل اوشن وهاد العام هذا غادي يكون سول دموعي وكنحترمك اخويا كبير واخا كيبان بيناتنا كيسمع ليا كاين واحد ديكالاج ديال لاج اللي هو كبير 12 عام راه كانت عنده حياه قبل ما نتزاد انايا مي كنحس بيه كيحاول يسمع ليا كيفهمني كيناقش معايا زعما ما عندوش ديك المشكل ديال انه يسمع الهضره ديال الناس الاخرين وكيتقبل كلشي بواحد الصدر اللي هو رحيب حيت عارف بلي ديما كنقدروا نعطيو احسن عمري ما حسيت به انه وصل ولا بغى داك جنون العظمه اللي كيجي بزاف ديال الناس ما كنتش كنحس به مع اسامه يعني كاين هاد اخويا صاحبي ماشي زعما كتلقى الخوت ولكن كله والعالم ديالو كله عقلنا على راسنا وحنا صحاب فهمتي يعني تاثرنا نفس التاثير انا وياه فهمتي ونتمنى ليه كارير تكون كبار وكبر ان شاء الله ويزيد يتفرقع